نشوفوا السؤال تاعنا وش يقول. يقول: أين تقع الغدة الدرقية في جسم الإنسان؟ عندك 3 اقتراحات. الاقتراح الأول يقول الرقبة، الاقتراح الثاني يقول الرئة، أما الاقتراح الثالث يقول البطن. عندك 20 ثانية للتفكير، أنت وش تقولي؟ عندي سؤال: أين تقع الغدة الدرقية في جسم الإنسان؟ في الرقبة، البطن، أم الرئة؟ نورمال مو سؤال سهل، قعدوا لك 5 ثواني. رقبة. في الرقبة. نشوفوا الإجابة كيف كيف. الرقبة. برافو، إجابتك صحيحة. اسمك دخل معنا في الأسئلة. تقع الغدة الدرقية في الرقبة. عندك إهداء؟ عندك إهداء؟ شكرا على الغدة، على المشاركة. لا شكرا على واجب. تحية ليك، تحية لكاع ناس سيدي بلعباس. شكرا لك على اتصالك. باي باي.